بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد سيد الكونين والثقلين. تغيب الشمس بنوره ويغيب القمر بجماله، ولا يغيب ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضى ويحقق المطلوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. نتطرق اليوم إلى إمام من أئمة أهل البيت، وهو الإمام علي بن الحسين عليه السلام. هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الشهير بالسجاد وزين العابدين. ولد في الخامس من شعبان سنة 38 للهجرة بالمدينة المنورة. عاش لمدة 57 عاماً، حيث قضى 35 سنة من عمره إماما، ويعتبر رابع أئمة أهل البيت. لتسلمت الفترة التي عاشها الإمام زين العابدين بكثرة الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي، كما اتصف الإمام زين العابدين بعدة ألقاب من سيد العابدين والسجاد والأمين والزكي وغيرها، واتصف كذلك بمجموعة من الصفات والملكات التي نقلها المؤرخون، مما جعل إمامته محل قبول أغلب المسلمين، ومما امتاز به الإمام من سمات وأخلاق كالشجاعة والصبر وغيرها من الفضائل. وبهذا القدر كفاية، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس من الدروس الرمضانية. إن شاء الله نكون قد استفدنا من قصة حياة سيدنا الإمام زين العابدين، كما نسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لنا وتقدم وتأخر من ذنوبنا، وأن يجعلنا من الصالحين والصادقين، ويتقبل منا الصلاة والصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.